ربما أشهى من ماكدونالدز. يحضر هذا المطعم الروسي بمذاق الاعتماد على النفس ردا على عقوبات أمريكية قاسية. موسكو الآن تلعب بالنار الاقتصادية ليس على حسابها فحسب، بل على حساب كبرى دول العالم. الانتقام سيد المعادلة المضطربة بفعل العملية العسكرية التي تشنها روسيا في الأراضي الأوكرانية. الموقف البوتيني ثابت لم يتغير، مع إصرار في بناء الذات. ولم تكن طرفة حين نطق بوتين في روسيا يوجد غاز، بينما عند الغرب لا شيء. لكن ارتداد القرارات وانعكاسها أكثر ما يخشاه أهل المنطقة العربية، سيما العراق الذي تضرر كغيره من بلدان عربية نتيجة الأزمة الغذائية والاقتصادية التي عصفت في العالم بفعل تداعيات الحرب. وبعد تحميل الغرب موسكو مسؤولية نقص إمدادات الحبوب بسبب العقوبات، باتت القارة الأوروبية بشراكة أمريكية تطلق القرارات كرشقات صاروخية تشبه تلك العسكرية الروسية على الأرض. لم يتأثر العالم كثيرا بعد، لكن الأزمة ترتفع على طريق التداعيات الخطيرة. حلول من بينها ما أبدت به الرئاسة الفرنسية استعدادها برفع الحصار عن ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا بهدف تسهيل عملية تصدير الحبوب الأوكرانية إلى البلدان التي تحتاج إليها. حلول قد لا تؤثر على مستقبل ما اقتنعت روسيا به، حيث الذهاب إلى عزلة حميدة من شأنها الاكتفاء الذاتي لموسكو، وهو ما سيصبح ميدانا للكيل بمكيالين في الصالح الروسي ردا على عقوبة أمريكية أو أوروبية. أما صمت عربي يتطلب نطقا بمواجهة إعصار الاقتصاد في المستقبل.